لتفرح أسرة عبر شاشة صغيرة في منزل متواضع. نحضر اليوم طبعا ممثلة للسيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سويرة مولوجي للإعلان عن افتتاح الطبعة 12 للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح الطفل بولاية خنجلان. كان لنا شرف أن كرمنا قامة ولا هرم ثقافي فني كالأستاذ حمزة فغولي، يعني الله يطول عمره الله يشافيه، يعني وإن شاء الله انطلاقا من هذا المساء ستبدأ المنافسة الرسمية على الإبسيم الذهبي بعرضين مسرحيين، وابتداء من غد يبدأ إن شاء الله النشاط الجواري إن شاء الله اللي راح يجوب مختلف بلديات الولاية. راح تكون عروض على مستوى ساحة عباس الغرور أو النافورة بين قوسين، فمرحبا بكل أطفال، مرحبا بكل العائلات الخنجلية. مسرور جدا اليوم اللي راني في مدينة خنجلة، وراني فرح بزاف اللي استقبلوني دار الثقافة وكبروا بيا وكرموني ونشكرهم بزاف.